وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بمراجعة كل الإجراءات والضوابط المتبعة في شأن تشغيل حمام السباحة الأولمبي بنادي الإعلاميين، وذلك حيال غرق فتاة في حمام السباحة بالنادي. طلب الوزير بمراجعة كل إجراءات وأكواد السلامة المتبعة بحمام السباحة مع إصدار تقرير مفصل عن الواقعة. وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة قيام جميع مديريات الشباب والرياضة في جميع المحافظات بالتأكد من التزام الأندية ومراكز الشباب والمسؤولين بها بضوابط الاستخدام الآمن لحمامات السباحة، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وما سيتتبعها من ازدياد كبير لأعداد المترددين والمستخدمين لحمامات السباحة في الأندية ومراكز الشباب.